تفضل يا ايه السؤال مالك؟ تمام. اوكي، نريد نرجع بس قايدة كنت تذكر البيت مالك من اول ما جيت بالعشاراي، كان البيت شرقي يعني بالعشار، من جينا العشار البيوت العادية مثل ملبوطات، هم بيش نشيل واكو معلقة، يعني معلقة جواتها اكو مثلا تكاكين ودغج. نحن كان عندنا طبقتين على الشارع الرئيسي، مثلا اذا الملك جاء، ابن سعود الكبير هذا هاي ابوهم يمشي من هونيكي والبيت ينطر سوادم عنا ويقيم يمشي من حتى عينون الملك السعودي والملك غازي جايين. هاي بالعشار. بالبصمة هم نفس الشيء، يعني كان حوش يسمونه حوش، هذا حوش كانت عندك طبقتين وسطح. الطبقة الأولى بيها كم قبة مثلا يخلون حبة الماي ما اعرف شكون، وقبب الجراند فلور يعني الجراند فلور. سكند فلور هاي البدروم جونيكي، اي. وثيرد فلور هاي السطح، واحد ينام بينه بالصيف. ذاتس ات. زين، وقال لي وين يطبخون؟ يطبخون اكو مطبخ. وين؟ بالجراند فلور؟ لا والله صعب اذكر، لان نحن الوحيدين اللي كان عندنا نسمينه فرن، لان ابوي كان بذاك الوقت وكيل من البيت حكاك، وكانوا يجيبون كون، يعني كان يبيع موتورسايكلات، مكاين من الرجل من الخياطه، وكان جايب نسمينه فرن نحن، بينه ثلاث عيون وتنشعل. هذا نحن كنا نعيش فيه. اشتغل على ايش؟ برافين؟ نفط. نفط. وحتى يوم كان عندنا بوكس يتخلى علينا وتقدر تسوي بيكينج، كنا نسوي كانت تسوي كيك مخبوز من هاي الحكايات، وهذول يموتون علينا الاسلام. ولكن تبيته شو كان جاكم هذا ابو الفتيلي؟ هذا تقدر تخليني اعرف الفتيلي نصي. كويت ادفانس خلينا نحكي يعني اي سنه خلينا نحكي. هاي ادفانس بالنسبة لليا، بس كثيرين كانوا بعدم على حطب يشتغل صعف، مثلا دست ماي، يعني كانوا مثلا من يقضون ياخذون شاور، مو شاور يعني باث، يحمون ماي ما تقدر تحمينه هنيك، لان يعني القدر استقلعت ويكسروا. دست تشبن يعني طشت كبير؟ دست قدر كبير، قدر كبير هالكبر. تقعد نصه و... لا 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 بس تحمي ماي وتاخذ الماي وتروح للحمام. والحمام شلون كان؟ الحمام بانيو لو ايش؟ لا وين كان عندنا؟ ما كان عندنا بانيو، هاي بينه بلوعه وبينه طرمبه. يعني قبه بس؟ قبه صغيره كاني مثل مال هيك شوي معوجه حتى الماي. اي هاي البلوعه تقع تحت وتصب. اي والماي من البالدي. البالدي اي هذا البالدي صحيح. اي انت اهل بغداد، اهل بغداد سمعتوها بالدي؟ شو اسمكم بالدي؟ خلص سطلي اهل بغداد، اهل بصر يسموها. اي وقتهم بالحمام كان هيك كان هم سطلي كبيره بينه وقطع كيف تغطي فيها ماي. لا نحن من بعدين رحنا انتقلنا بيت مور مودرن، كان عندنا الحمام الماي ماله يخلونه هم كونتين بيج تانك ونشعل له جو، وكان عندنا بذاك الوقت صناع، كان الصانع يجي وش اسمه ايه، بس ما كان عندنا تشمني. هاي الاخوان ما كان عندنا جبني، كان ينحصر الدخان. تيبيكال هاوس حوش بغداد، كنا نعيش بالحرم التورات يسموها اليهود يعيشون فيها، وكان بيتنا هم بينه طابقين، اول طابق بينه قبه من الخطاط وسرداب
ني منخلي بين وشين يعني البيوت باب مل ماي بغني شو بسموها هاي هذا حبانة ايه فوق وتنقاي اول بيه بخرات تجي الهواء ايه من هاي صحيح تني تمني بس بخرات بعض القبب اكو بخرات يعني مثل تمني بخاري يطلع الهواء يجي من السطح للشندق ويجي على البونية على الحب اي صوب هذا الحب تطلع من هذا تمام يعني يرد من هذا سو هاي السوداء واول طاقه بيقبها الخطار او اثنين كان عندنا بنص الحوش اكو باقجه اكو اي إيه ما مفتوح كيف الحوش سميها باقجه بي ليتل يعني جاردن كان كورتيارد صغير باقجه بي شجر وهذا واول طاقه كان عندنا قبب من نومه كبار كلش حكي بيتنا كان اول ما تدخل مغياتك بالعبراني مكتوب يعني ويلكم من تطلع مع السلامه بالعبراني اوكي اند بالسطح اكو هم كبشكان اكو هم نخلي بعض البيوت اكو كبشكان اللي نخلي بينه الغطلات المنغي ده كبشكان منقى تطلع للسطح حافوة يعني حافوة اكو كبشكان and المطبخ بالثاني طبقة احنا كان عنا الحمام والأدب ما كان اكو ميحاب بس كان تقعد اكد يعني it's a hole in the ground هاي بس هي يعني الأدب وين لازم هي هاي الأدب تقعد يعني شو in the ground floor no it's كان الثاني second floor يعني you collect how do you collect سبتك تعانك اكو ما يخاف كل هذا بسكن فوق احنا كان عندنا بالسطح هم ادب ها وتنزل هيك تنزل تروح عندنا نجي نجيب نزاح كل ست اشهر مره اوه ذاتس تو سون معف كل سنه مره نجيبه لا والله نحن كل ست اشهر في نوك نجيبه هذا ينزل كل هذا وينزحه ويطلع نزاح تشتشمه ما نزاح تشتشمه ايش بنا قرق أدب نزاح أدبات كنا مثلا بالسطح سطح كبير كلش كنا الفرشات نطبقها بالصيف نطبق ودفع الشمس عليها وكنا نسوي بالسطح زي الطماطم نخليها تو دراير نسوي قمر الدين او معجون قمر الدين من المشمش اي نحن يمكن صينيه تخلينا وطبعا اكو بلكونات على الكورتيارد اي اكو لا مو بلكونات هي الكورتيارد تقطع تعينها من ثاني صار بس اكو نيجر تعينه الشارع اي نيجر كثير اكو هم بالكونيز على الشارع بالكونيز ليش نشيل ما فيها هاي ايش تشيل اسمه ما هاي تعين من لا هاي تتخلى على شبابيك اه هاي اللي هيك مشبكة هاي اي قسم الحواش كان بيها بالكوني يعني بس احنا ديبينس كيف الشوارع كانت شوية ضيقة من الاليونس من هاي كانت بس بنيجر هيك تعينها عين الشارع بقى عين من يقعد يقبل بها زي هيك قال لي هاي الحار هسه نحكي عليه ما التورات وهاي صوب الاليونس كانت ايه لان ظلينا نغير نعرف وين كانت الاليونس اليونس كانت اكو اليونس من البنات واكو اليونس من الولاد كانت الحارة يسموها التورات كان يهودي عشون بيها الصوب هي حارة لا يعني أقب كانت صوب الشورجة ايه كانت صوب الشورجة صوب الشورجة وصوب حنوني بتوين شورجة وحنوني شورجة كان صوت يباي يعني مشمش وهاي حنوني يباي الشيكن والهاي you have your own قصاد مانا والذباح المذباح جيجي كلها كانت هونيك موجودة شحيط كنا نروح مثلا نشتغل جيجي يوم بيوم مثلا يذبحها جيبها للبيت نملشها ونكيشها ونسويها
يذبحها ويخليها كان ببر لما تموت. مو شرط. نعم. يذبحها وينصل الدم لما تموت. ويفرها. اوكي. واحنا من طلعنا من الحوش كان حوشنا بين مدرسة مال كان حوشنا ثلاث مدارس، اكو مدرسة من البحر، مدرسة من اليونس من البنات، مدرسة من اليونس من الولاد. And بيتنا كان قبال كوشة بحر. كوشة بحر اي قول مدرسة البحر. بيت لسه اتذكر الرقم ماله. لا الرقم يحط على 183 محلة التوراة. لا نحن اول بعدين شطونه من طلعنا سنة ال 54 يعني الفلسطيني جو لهالمنطقة من اللي هو طلعوا الحكومة خلت سيل ذا هاوسز الفلسطينيين جو they occupy these houses and كل بيت عشان بينهم مثلا ست سبع families احنا بقى مقدرنا نظل باقي المحلة لأن كنا one of the few Jews so طلعنا بعلان الحوش حولون يسوون سوق من القبشات صوروا حولونه الى يا موجود هسه من طلعت من بغداد كان موجود قد بي قابل وظلوا يعني بينه كثير وفتشوا اي فتشوا قابل فتشوا ولا يتكلم فتحوا شوارع جدا اشخاص البصره انهجمت نوبتين مع ثلاثه ما يعني كلها انهفت قال لي بعد البيت اللي عندكم كان اكو ماي بغداد من انا صغير كلش كان اكو ماي ترمبات انت ما من؟ ايه عجيب هذا لازم ويعني بيور ووتر كلش ايه هاي العراق لازم الدوله اول دوله بالشرق الاوسط ساعه عند هيك ما الانجليز لازم تسووا تانكي من الماي كم تانكي كوب البصخة بالعشار بالزبير زين وطبعت قلنا ما كان مجاري سبتك تانك طبعا سبتك زين وايش ممكن تتحمون بالشتي كنا نسوي جفوف او صوبة وبالاخير بالاخير يا كانت صوبة لكن سألنا سويلي كان خلي سويلي كانت بيضة يعني واحد يشعر بالهاي وبالمنتج تطلع الشمس روح بس بالطرمة نتشمس على الغزونة على غزونة غزونة غد قل كميلة فورد غزونة مو بالكني not بالكني it's an alcove مثل هاي أطول أطول you can sit and تشمس you're protected from the wind. Yeah. اي ماكو شبابيك. اصلا انا من كنت قبل صف الاول بالبصره قبل لا يجي العشار كنت احكي ناجي ناجي كوين قلت له انا اذكر كان عندنا فان سيلينج فان ونوبا وان اوف ذا وينجز ماله طاق وشخل اختي ماري قال لي باي السنه احنا بغداد ما كان عندنا ما ممكن عندكم الكتريسيتي بابا كان عندنا والله الكتريسيتي ويقول لي كان عندكم مخام لا قلت له اي بابا هي واجيت من الهند طبعا يعني اي ما صدق ما لازم قالوا لي خلينا نحكي على البيوت وخصوصا على العده كان وي ثينك اوف احكي انجليزي اسامي لا الامكان بالبيت نفسه قلنا كبشكان كنا غزونا اوكي الويندو كان قلنا بخاري 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 هاي قلنا سطح سطح اي هذا السطح سرداب سرداب نيم نيم هم نيم 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 هم لازم والله اي دونت نو سرداب حتى سرداب بكت هم عربي وين نزل النيم يا هذا ودائما يصير من يصير فيضان زيز النيم يصير زيز زيز لا قرق نحن ولا نوس هذا حتى باقي المناطق انتقلنا من كان كان يعني. ونخلي بقى خلي يقوم نخلي جنيه متروسه غمل
خطي يمص الماي. يمص الماي. هذا هاي بالنيم إيه. نبات إيه. وعنا هاي نبات من نريد نبغض نفسنا نجيب شوك. إيه. عقول. عقول ونخلي ماي فوقاته مرحة من خلف تجي كني عندك مبردة من هاي التمر. مرحة باقي من لو. بانك عندنا فان. فان من هاي. وخلف لما قدام الجو. لازم يعني تخليه من خلف. بال بالقبة نفسها لو إيه بغى تصير المرحة بغى على هذا الشوك يعني على العقول يعني. And of course الماء يدخل بين الشوك يتبخر ويأخذ الحرام. زين كنا نسمينه العقول هو the whole construction لو بس ال العقول هذا الأخضر الشوك. ها الشوك نفسه نسمينه. بس إيش كنا نسمينه العقول اللي موجود بهذا الفريم ماله خطر لا يوقع. أنا أتذكر كنا نسمينه عقول. عقول. زين بعدك ومطبخ قلنا. دست من الغسل. ها دست من الغسل. بعد دست أكو بعدك وكلمات. لجن لجن اكو اي لجن هم لجن احنا كان عندنا هيك وهالعلو كنا دائما نطرشه لان نخاف نبات ينقطع الماء وطشت از نهايه مال صغير اي هذا غصن بين احواس او نوصل نبات للصغار ولا الصغار يخلون بطشت غصن ايه تمام بعد ايش عندنا نقعد على تختة على تختة ايه تختة من الخشب وبعد كان هذا هم تخت هاي الكبار ايه يعني وكان صابون ملغقي صابون ملغقي الحلب ليش انت موجود لفاي ليش انت موجود لفاي راحوا جابوا لي لفاي لفاي ايه ايه جابوا لي لوفة هزق يسموها بس كنا نغسل بالاسبوع مرة يوم نحن كنا نخميس نخميس انت بقى نخميس إيه الجماعة شباب فاا نعم مثلوني تغسل كل يومين إيه نغسل والغسالة تجي نغسل الحواس بطش وتخلي هذا ال شويت شويت عافية شويت إذا نقول هذا شويت إيش بنوي بلو some I don't know it's something blue which whitens the بكت بينو كلور هذا الكلور بس ما كان بينو غيح من الكلور بس كان بيض الأحواس. هاي بيض الأحواس. مشوتة ما يقولون أحواس مشوتة. ما كان ذاك الوقت دوبي. كان نحن كان يجي الدوبي بالعشار هندي ويجي يسجل هالقد فلانشين هالقد فلانشين هالقد فلانشين وغدي يرجع مطوي ومضغوبة أوتي وكله ما عبيش كان تكلف ذن عنا دوبي كان. هاي تعرف الكلمة منين جت؟ هنودي ها؟ هاي كانوا عندهم بالهند هني ما أعرف وهذا كان يسمونه بالهندي دوبي ساعد عنا جت من دوني ساعد دوبي هاي نبات القمصان عند أبو الأودي إيه هاي لا بس البدلات إلى تتجعق بس ما كان عندهم دراي كلينينج بس دوبي كانت فترة طويلة يجي عندنا ويجي ياخذ هاي النابكنز وهالقد فانيلات هالقد لبسه خاتي يسوون يحسبوا له تتسجل هاي ياخذ هاي ينظفها يضغب اوتي ويرجع والله ما اعرف لان بذاك الوقت كان الصانع ياخذ دينار بالشهر بس ليكم السكنة ماله اكل وسكنة وبالعيادة طعيم يشتغل ودجاجة من هاي الحكي هذا تذكر العيادة تبدي تفخيع السجار المجلة وعيد الزيارة وعقب عيد الزيارة تجي الرشانة والكبور والسكر عيد الفطيغ نسيتون وعقب خلي على تفخيع السجار خصوصا جو عشان تفخيع السجار كان يرهم فبروري بالعراق كنا نروح نشتغل بيت حامض يسموهم يجيبون all kinds of dry nuts and ناي الحكيات فستق بندق جوز ولوز ناي الحكيات طرشانة آلو بالو إيه هذا فد نوع من ال مثل جوجة مثل
هاي ميبسة بس حامضي من إيران تجي. وليه هسه الإيرانيين يسموها آلو بالو؟ قالوا لي هذا ما تعرف ما سمع بالاسم آلو بالو. ضحكت عليه قلت له لا آلو بالو. إيه آلو بالو تين ميبس. وهاي قلت لك فستق وجوز ولوز و اكو فتشين هم زيدي مثل النبق بس هيك دراي. نبق عجم. نبق عجم. نبق عجم اي صحيح. اي نجيبه بالهاي. كنا ما كني واحد يضرب الاخ بال هاي سنتك خضراء. سنتك خضراء. هاي بالعيد الفطير اخر يوم. ها. نحن نفطر عقب الظهر العصر قبل لا تصير هوني ساعة عقب ما تغيب الشمس. سنتك خضراء اي هاي كان. سنتك خضراء سنتك ياسة. ياسة ما سمع أنا بس سنتك خضراء بالياس يضربون. بالياس. هذا أو فتشين أخضر. بس I think هذا الياس مرتل بالإنجليزي. على حق كل إيه. زين كنت تروح الجيعان هي اسمه الجيعان يعني. أكو جيعان كثير غيح بيها وأكو تشردار. التشردار اللي يسوون التمر يكبسون التمر يخلونه بالصناديق أو بالتنقعات. أحكي لي على التشردار هذا اسمه ال ال ال, ال القماش يعني تشردار؟ لا 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 تشردار بالبصرة معناته المكان اللي to work on the dates. يشتغلون التمر يكبسون التمر بالصناديق أو يخلونه بسلوفين وهذا تشردار. وكثير يشتغلون بيلو أكثر من نسوان معدان أكثر من يجون سلم لذولي على تشردار بيت لأنهم بغداد جرداد جرداد كني جيم جيم عشطر هاي جرداد كني جيم جيمنازيوم like we used to بالجرداد نروح حتى نسبح أكو مني مثلهم شلون أثقال بالجرداد إيه بس هاي قبل يعني بعهد أهلنا بالثلاثينات كان ينصبون اسمه تويدر البلورم الجرداد all over the shop والصيف ونيكي يقضون بالليالي ويسوون مقامات وموسيقى موسيقى في التشردار يعني مصبي بلي بلي قيسي كلمة بالنسبة لنا التشردار هو هذا السرايف كبار اللي يقعدون بها أكثر النسوان كلهم النسوان اللي تمر مثلا أكو تمر يشيلون النوى مالهم طعم كل واحد يسكين وكبسون تمق بالحلانة تعرف الحلانة شكون هاي من خوص خوص ويفرون التمق بيها بلا أكو صناديق يخلون التمق وأكو بلا صناديق يسوون سيلوفين ويلفون وفلت كمية اي هذولي بيت خماء مو خمارة هذولي أهلك أطرقتي أبيت لطرقشي هذول عند مكانه كثير كثير وتروح المزارع كنا نروح دائما بالربيع عندنا صدقان يهود وعندهم كثير أملاك كلها تنخيل وبيها فواكه يعني بيها ميوة اللي كان عنب أو شيء كنا ناخذ سمك نشوينه ونيكي ما كنت مزقفون لا نحن غير شكل نحن عنا مثلا الصبور يجي من فبراير الصبور انتم تسمونه ابو شويف هذا نوع من السمك اللي يجي كثير يجي اول الربيع ورخيص دائما كانوا ينطفونه ويحشونه ويخلونه بالتنوخ بالتنوخ يشونه هذا انتم تسمونه سمك مزقوف تخلونه عود وتفخونه وتشعلون قدامه ما عندنا نحن مزقوف ما عندنا شلون سمك كان بنية مالكم لو شبوط هذا الكبير شو يسمونه شبوط وبني بز ما هذا البز بس بالشمال ما هي الكبير هو هذا البز بس كانوا يجيبون من الشمال كانوا يجيبون بز الكبار غاشول لو هذا بديالة بديالة وزابط كبير زابط صغير هذولي منونيكي
اكو قالوا لي في النوبة على حماق خلوني غاسوا بهوني وذنبتوني الطول. ايه شبوط بني برزم ناي الحكيات موجود ما بالي بعد وكويسج مطروس الشط العرب بالصيف انا كنت اصيد بذي ارمانيتر يعني شايف اوادم بلا ايد بلا رجل وماكو يعني في الواحد اللي يعرف يسبح بالبصرة لان حتى الشخات اللي كانت والقنوات اللي كانت من زمان العباسيين هم يدخل بيها بالغاز كوسج اسميتها شخاوات شاخة شاخة ايه. شو واحد يقولوا لي مدة مدة يعني النهر بس هي هم صغيرة نهار صغيرة شط العشار ايه. اكو كثير مثلا هذا الشط العرب وبينه قنوات هذا شط العشار هاي الخورة هاي الخندق هذا أم الدجاج هذا العريض ضيط وتسوق كبار عليهم وهذول بناتهم مش تبكي يعني كثير أكو قنوات هسه راحت هاي القنوات تقدر توصل بالبصرة إذا عندك بلم صغير تقدر تعبر وين نتغيب من العشار للبصرة للشرق للغرب لما ينتهي لا الأهوار هاي فوق أهوار يجي عقب القرنة فوق القرنة جو القرنة على الفرات لا جو القرنة اي على الفرات لا القرنة هي من الفرات و اي بس على الفرات هما كو تشبايش هما كو أهوار والولي معدان عندهم كثير جاموس يسوون قيمغ ويجيبون يومي يبيعون قيمغ وروب وحليب روب روبا روبا يعني لبن لبن روب نحن نسميه روب روب إيه شرولكم شرولكم روبا يعني اشتغوا روبا شرولكم هذا القيمغ كانت تيجي يومي صباح بالصحونة نشتغل من عنده وتيجي بعدين تلمى الصحونة والروبا هم تجي صحونة تجيب لكم المال هي بصحن مخلن احنا ما بس بغداد والشمال الجيمر مال مثخين هيك نحن لا خفيف يتخلص معون تشينك مو تشينكو لكن سموث ويبيعونه يعني خفيف ما هالقد كثير اي بس طيب طعم ماله كلش طيب بس هذا مال الشمال اطيب اوكي وزين هاي قد قلي شط العشار هاي كلها قنوات لو اكو شط يجي من هذا شط العرب هاي كلها من شط العرب كلها من شط العرب ويغد ترجع كلها قد ترجع لشط العرب مو ايه لان عندك المد والجزر كل 6 ساعات وربع من يجي المد هاي وهي بيا ماي بس راح يعلى الماي ولهذا البصرة النخل ماله بذاك الوقت كله واحد الامكان الوحيد اللي المد والجزر يسقينه كس ما يغادي يسقونه ابدا النخل على شط العرب منطقه شط العرب ما يغادي يسقونه يعني الماي ماله ايش تقول لك سويت ووتر هو سويت ووتر اي قينزل يعني اي قينزل لين قصير مد ما يجي لا 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 نحن ما كان يوصلنا المد ايش كن غير يجي من البحر ما يعلى البحر الكرنت ما الماي يوقف يعني ما هالقد بسرعة يمشي التيار المائي قي يمشي ببطيء and it goes up and up فأنت هذا الأب هو sweet water now they can't drink sweet water from شط العرب until قرنة it's that bad يعني هسا قلوا لي ماي بالبصرة يعني اللواء كله ما يتقون يشربون ماي من شط العرب يغادي يتنظف لين سيغ ميلح لين ترشن قلب التيار من الكرنت من الماي خف لين سوريا فتحت سوت سد وبتركيا الفرات ضحل يعبغون برجلهم يعني لحد الركبة ما يوصل الماي
ولهذا التيار the current has slowed down. ومن يجي للمد من ال Persian Gulf خليج الفارسي الماء يخي التيار يوقف ويجي يدفع. خلي الصناع مالكم كانوا هم هنود وهم من المعدن كانوا طبقات. أكو بلوش بلوجستان هذول البلوش في الناس خيرين موجو عندهم بس زي قسم من باكستان بلوجستان وأمينين كلش تأمن بهم يعني كثير أكو عوائل اللي عندهم بلوشي وبيروح يتسوق لك تقول له أريد فلان شيخ وما كان عندهم يسوون ليست ميموري أريد فلان شيخ فلان شيخ لحم فهم شحم من هذه وين كان يعيشون؟ عندكم بالبيوت لو عندهم سرايف عندهم مكان ما اعرف وين بس اذا يشتغل عندك ينام عندك. كانوا عبيد هم حرامي عبيد مين يعني من الاول كان عندنا بالبصره محل العبيد بالسنه نوبه يطلعون مثل مظاهره الدق مالهم والمجنين يشيرون وهاي زيران يسمونه عندهم زيران زيران هذا اللي تدخل بمخه الميوزك العبد ويبدي مثل الدراويش لا هذا اللي دراويش كنترول هذا ان كنترول يصير ايه ما تقون يسيطرون لانه هاي الزيران ويبدي يأذي نواد لكن تطلع انا شي يفهم يدقون اكو دبك عندهم نقول هالعضاته وطويل ويعلقه جوا بين خجوله يدق بينه هاي شيفة. وذولي لازم يعني كانوا من قبل من هاي كانت ثورة ثورة العبيد ما عاد العبيد ليش كانت ثورة والعبيد هي هم يعني قصدون هاي احتلوا البصرة حوالي 5 سنين ما خلوا اي شيء بس ظلوا عبيد ليش ثورة الخنوج اسمه زنوج ايه او العبيد احنا نسميه من افريكا غير شكل شبك بس كفوا وسابوا الاهوار وسووا ثورة واحتلوا يعني احتلوا البصرة 5 سنين مغلوها مضل مغل هاقا نحكي يعني بعهد العباسيين ليتر يا لما ضعفت الدولة والجيش ما عندهم شرطة ما يحافظون هاي محلة العبيد وأكو جسر العبيد هذه بجنوب البصرة يعني شط العشار تمشي بينه قبل لا ينتهي ونحن عنا أراضي وين ما شط العشار قبل لا ينتهي إقباله كان أكو مزارع واحدة من الفرنك يمين وهذا ونحن كان عندنا صلخاي صغير بالنسبة لهم لأن يعني أملاك شاسعة كبيرة قلي هاي كل أسرع من حجز أكو 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 إدارة مال الحفاظ على أملاك النازحين اللي طلعوا أملاك مالهم يكون بعادة الحكومة كلها طعتها واشتغوا وضعوا 20 نوبة يعني كان متصل بي واحد حاكم هسه يعني قبل سنتين حاكم بالعمارة وقال لي إذا تغدون اليهود أنتم شوفوني عنده وقع شين يريد يحقق عليه أنا أخذه ونطالب بيها يعني ليكم حق هالسسارة عنا يعني الحق بس صارت ماكو أمان يقل لي جاء واحد مجرم ينغادي يحكم علينا بيوم اللي يجي جاء هو يحكم عليه يعني لقى يحكمونه والعشيرة ماله هذا لقى يحكمونه معلق له هاند جرينيت يقل لي ايش يحكم جاء المحكمة وذهاني كريت
اكو حاكم يقدر يحكم. لا تصور هيك فوضى. فوضى.